من جديد نمد يد اللقاء لنمضي سوية بين أغوار المدينة وحكاياتها، نطرق أبواب أهلها لنكشف الستار عن قصص الإبداع والإصرار. أهلا بكم في برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: الطيور المهاجرة تمنح مدينة عدن طابعاً خاصاً وتعلنها مدينة الجمال والتعايش، والبريد طوابير بلا نهاية ومعاناة لا انقطاع لها، رسم وفن تشكيلي يشكل ثورة على آلة الحرب والدمار. لا تزال مدينة عدن تحاول إعادة نبض الحياة إليها، فعاليات تحدث وأخبار متلاحقة في كل لحظة، اخترنا لكم منها أجملها مع فقرة أسبوع المدينة. دشنت في مدينة عدن حملة لتشجيع طلاب المدارس على القراءة والاطلاع ضمن مبادرة مجتمعية تستهدف بدرجة رئيسية طلاب المرحلة الأساسية. المبادرة التي حملت شعار أطفال عدن يقرؤون تهدف وبحسب القائمين عليها إلى نشر ثقافة القراءة والاطلاع وغيرها من الأنشطة التي تعود بالنفع على الأطفال بالمحافظة، وبما لا تدع مجالاً لاستغلالهم من قبل جماعات العنف والإرهاب. تعتزم وزارة التربية والتعليم إقرار آلية جديدة لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية، تعتمد بشكل رئيسي على احتساب 50% من المعدل بشكل تراكمي خلال فترة الدراسة وإبقاء النصف الآخر للامتحانات النهائية. الآلية الجديدة ناقشها اجتماع تشاوري في عدن برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس وبحضور مدراء مكاتب التربية في المحافظات المحررة. وأقر الاجتماع إعداد مصفوفة للإجراءات والضوابط واللوائح والأسس الكفيلة بتنفيذ القرار والعمل به بدءا من العام الدراسي الحالي 2015-2016 ميلادية، باعتباره كما تقول الوزارة خطوة أولى لتصحيح العملية التعليمية وتجويد مستوى المخرجات. اختتم في مديرية البريقة برنامج العيادات المتنقلة والذي استهدف وعلى مدى أيام مناطق بئر أحمد وبئر عيشة وصلاح الدين وفقم الساحلية بتمويل كويتي. البرنامج هدف إلى إيصال الخدمات الصحية بمفهومها المتكامل إلى المجتمع خصوصا في الأماكن البعيدة، واستفاد منه أكثر من 900 حالة مرضية متنوعة يعاني أغلبها من سوء التغذية. أعلن في مدينة عدن عن كيان تنسيقي للمؤسسات الأهلية المعنية بالطفولة، وذلك على هامش برنامج تدريبي استعرض وعلى مدى أيام تجارب وخبرات المجتمع المدني في رعاية وتأهيل الطفل. الكيان التنسيقي يهدف كما يقول القائمون عليه إلى المساهمة في رفع وتطوير أداء منظمات الطفولة وتحسين مستواها الخدمي. أنهى 30 طالب وطالبة من مختلف مدارس محافظة عدن المخيم الشتوي الأول لتدوير المواد المستخدمة وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة. المخيم الممول كويتيا عمل خلال أسبوع على صيانة وتنظيف حديقة الملكة فيكتوريا وإعادة التيار الكهربائي إليها بعد نحو عام من الانقطاع بسبب الحرب الذي شنته ميليشيا الحوثي على المحافظة. خدمات البريد خدمات حاضرة غائبة، طوابير لا نهاية لها ومعاناة لا انقطاع لها. التقرير التالي يتناول شيئا من هذه المعاناة. أزمة الطوابير في مكاتب بريد عدن لا تنتهي وتزداد مع نهاية كل شهر، الموعد الذي يتجه فيه الجميع إلى شبابيك وأبواب البريد. الصورة هنا تشرح الحال وتغني عن السؤال. أنا مظلوم من راتب على عسكرية البريد يغب البياس ولا نحصل ريال من قل البياس كل حاجة، وقالوا مش موجود يروي يقامر البياس
للناس الآخرين. قصص تتكرر شهريا يعيشها المتقاعدون على امتداده بانتظار نهاية لاستلام مرتباتهم التقاعدية التي على الرغم من ضآلتها إلا أنها تبقى مصدرا لإعالة أسر بأكملها. أجت عند هذا اسمه المدير حق البريد. نعم. قاس العبي قال روحي عند الطعصلين دي البعصلين دي اسمه هذه حق ثلاثة شهور. شوف أربعة ثلاثة وأربعة وخمسة ما لقيتش. وبعد كده أنا استلم من شهر سبعة كل شهر لما شهر 11 12 شهر واحد اثنين شلنا من هنا هذا عندكم وكتبوا لي هذا كل ما اتصل ولا حد يجاوبني يعني ضيعوني من راتبي 100 تامه انا مره مكلف ما اعرف صنعه وما اعرف من لما لاحق دعم كل ما اجي المدير يقول لي راح يروح عندك اتصل اتصل يقول لي وصلنا مندوب كله كذب كذب الان من شهر 4 الان ولا استلمت ريال هذا عندك كتبت هذه الورقه الاولى شوفها قدامك صوره وهذه الورقه الثانيه ايش ودي لما صنعه تمام الله يدري كيف حالي ابو الدكان وقف علينا ابو البقاله وقف علينا كلنا الشباب تورمت اقدامهم ليعودوا خائبين بعد وقوف طويل وعناء شاق في انتظار راتب لم يصل بعد ولا مواعيد ثابته لوصوله تتكرر الصوره وتتكرر الوجوه التي تبحث عن اجابات وتتمنى ان تصل شكاويهم للسلطه المحليه في المحافظه والله الهموم كلها يعني في سماسره داخل البريد هذا يعني من اشتي يسلم 3000 4000 5000 يستلم راتبه شوف من 20 طيب انا لما يكون راتبي 20000 الا 25000 ايش بسلم وايش بتبقى لي تمام وبعدين البريد دائما نجيهم مقفل 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 دائما هو مبند يعني ما يقعش هذا خبر انا من 4 شهور شفت كيف وبعدين رايحين واقي رايح يوم الخميس اقول هنا مساكين جالسين برع زي الطلابين وكانهم يطلبوا يشحتوا يعني ويجي يقول له الساعة 2 ما فيش بياس روح الآن فتحوا البريد اليوم بالعاني فتحوا البريد الصباح عشان إيش عشان يقولوا والله في بياس في ذات قصير طمنوا الناس لما الساعة 2 بيقولون ما فيش بياس روح كل واحد يروح بيته نساء ورجال طاعنون في السن ومرضى يتجرعون يوميا مرارة الخذلان أمام مكاتب البريد هذا يعني صرف راتبي شهر واحد في الشيخ ورحت اشتكي عند المدير وقال هذا صرفني لهنا المره الاولى شهرين لم وجد امن يعني بالمنطقه كثروا السرق يصرفوا بالمنطقه كثر يعني الفساد شكاوى كثيره تتردد للمستفيدين من خدمات مكاتب البريد تختلف شكلا وتتفق مضمونا ولسان حالها جميعا يقول لا حياه لمن تنادي أستاذ أحمد صالح عبد العزيز مدير عام مكتب البريد في محافظة عدن أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء الذي خصصناه للحديث عن معاناة المواطن حينما يأتي لاستلام راتبه من البريد هناك العديد من الطوابير التي يقف فيها المواطن يشعر بالضيق يشعر بالمهانة وهو يقف في انتظار راتبه وأجره وفي نهاية المطاف على الأغلب يعود إلى بيته من دون أن يحصل على هذا الراتب بداية لو تحدثنا عن دور البريد بشكل عام ودور البريد اليوم ماذا يقدم البريد اليوم من خدمات للمواطن؟ أهلا وسهلا بكم في بريد عدن والله إحنا كما تعرفون الوضع في عدن متدهور لكن نحاول نحاول قدر المستطاع نعمل بجهد مشان المواطنين المتقاعدين العجزة في توفير السيولة لهم وصرف معاشاتهم البريد في عدن بيقدم خدمة صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين كان من أول البريد يقوم بصرف جميع المرتبات من المتقاعدين ومن مرتبات الدولة بما فيها التربية الصحة وجميع قطاعات الجهاز الحكومي بعد الحرب انسحبت كثير من الخدمات بسبب شحة السيولة وعدم وجود نقدية في المكاتب البريدية والأوضاع الأمنية هي اللي ترتبت عليها هذا الموضوع المواطن لديه سؤال دائما يعني إلى متى سيستمر هذا الحال بي؟ إلى متى سأقف في طوابير طويلة؟ إلى متى سوف أعاني؟ إلى متى سوف أصل ويقول لي لا يوجد راتب، لا يوجد يعني سيولة؟ إلى متى؟ ما فيش مدير عام أو محافظ أو مسؤول يحب هذا الشيء. بس هذه أشياء مفروضة علينا، لازم نستحملها. الوضع طلب هكذا. إحنا نجتهد وإن شاء الله تحل المشكلة هذه. إحنا بنحاول نجتهد بالموضوع هذا، بنبحث عن سيولة، بنبحث عن صرافين، بنشغل فترة أكثر.
لكن إن شاء الله تحل المشاكل هذه. في ظل هذه الظروف التي يعيشها الآن البريد، هل هناك حلول يستطيع أن يقترحها البريد أو يقدمها للمواطنين؟ يعني على سبيل المثال يعمل جدولة إعلان، يعني هذا اليوم يصرف معاشات كذا كذا، وهذا اليوم يصرف معاشات لكذا، هل هناك حلول؟ أكيد في حلول، لو في تعاون من جميع البنوك التجارية بتخصيص مبالغ خاصة بالبريد. يعني أنت على سبيل المثال يعني مديرة صيرة فيها يمكن 10 بنوك تجارية، لكل مكتب من البنوك هذه خصص 10 مليون لصالح البريد، وحولنا إشعاراتهم من البنك المركزي. هذا يحدث الآن يعني؟ لا، إحنا نحاول نفعل هذا الموضوع. يحدث في بنك الأهلي فقط، أما بقية البنوك نادرة كاك بنك كتضامن، يعني من نادرة العمليات. لكن لو فعلنا هذا الموضوع يعني في المعلة، في الشيخ، في صيرة، بيجمعوا لنا البنوك التجارية هذه، كل بنك بيجمع لنا 10 مليون 5 مليون، بنحاول نغطي فيها النقص النقدية. من أين سيجمع لكم البنوك ال 5 مليون؟ من إيراداتهم. احنا عندنا رصيد في البنك المركزي، احنا عندنا الآن 1,500,000,000 في البنك المركزي. البنك المركزي ما عنده سيولة، لو موجود هو يحول لي إشعاراتي على البنك التجارية وهم يعطونا نقد. يعني أنا بحول لهم فلوس عبر البنك، يعني بدل هم ينقلوها من البنوك حقهم إلى البنك المركزي، أنا بروح بأخذها منهم وبحول لهم بحساباتهم، الحسابات العادية حقهم التجارية. نعود مرة أخرى إلى موضوع الحلول، لماذا لا يعلن البريد مثلا عن وصول الرواتب؟ وصلت الرواتب، المواطن بداية الشهر يذهب ويجي ويعود إلى ويقف في طوابير، في نهاية المطاف يقول له لا يوجد سهولة، لم يصل الراتب بعد. لماذا لا يتم إعلان، يعني الاستعانة بالصحف، الاستعانة بالتلفزيون، بالإذاعة، إلى آخره من وسائل الإعلام ليعرف، أو هناك منشط يعني يتعلق أمام البريد أن هناك رواتب، وكذلك موضوع الجدول. ممكن حنا نعمل هذه الأشياء، بس أنا أقول لك إنه الرواتب مثلا، أعطيك مثال، متقاعدين الداخلية تبدأ من تاريخ 20 إلى تاريخ 25 يبدأ صرف المعاشات المتقاعدين للدفاع. بالنسبة للمتقاعدين المدنيين يكون من بداية الشهر، من تاريخ 5 من كل شهر. المواطن إذا جاء في تاريخ غير هذا التاريخ وقلت له هذا الراتب حق المتقاعدين المدنيين، يقول لك لا يا أخي، أنا راتبي موجود عندك، أجي له اليوم، أجي له بكرة، أجي له بعده، لازم تعطينا إياه. طب هم يعلموا من هو؟ إحنا بنعمل جدول، هو يقول لك عملنا جدول. أنا يقول لك أنا مش متأكد إنه هذا الجدول بيمشي، اليوم اللي ماش فلوس، بكره اليوم في فلوس، بكره ماش فلوس، انت تعطينا الوعد لبكره وبكره ماش فلوس. طب هل يتم صرف الراتب لهذا المواطن الذي احنا بنتعامل بالطابور، اللي موجود راتبه موجود في الشاشه؟ يعني انتم ترضخون في النهايه لعشوائيه البعض، ياتي مواطن يقول لك لا سلمني راتبي اليوم، على الرغم من انه الجدول اليوم مش جدوله في النهايه. ما عملناش موضوع الجدول الان، لان احنا معتادين انه احنا بنشتغل عده صرافين. شوف، اول كان من زمان في البريد يوجد صراف واحد للمعاشات، ويوجد موظف للحوالات، ويوجد موظف للتوفير، ويوجد موظف لتحصيل الفواتير. الان الموظف يقوم بكل العمليات كابين واحده، يعني 5 صرافين يقومون بنفس العمل، صار معاش، تحصيل، حواله، اللي واجهه ينفذه. المواطن عندما يصل، يعني خاصة كبار السن اللي تحدثنا عنهم، وأغلب المواطنين الذين يضطرون أن يقفون في الطوابير يشتكون من وجود شيء اسمه سماسرة، يعني يأتي مجموعة من الناس أو قراصنة البريد دعني أسميهم، يأتي يعني يقول للمواطن ادفع لي 5,000 وأنا سأخرج لك راتبك من البريد. المواطن الموظف المرموق يستطيع أن يدفع هذه 5,000 وبالعامية يتخارج يعني، لكن المواطن الذي راتبه يصل إلى 25 أو 30 كحد أقصى، إذا دفع 5,000 لكي يخرج من هذه المعاناة ومعاناة الطوابير وارتفاع درجة الحرارة خاصة ونحن في محافظة مثل محافظة عدن، ماذا سيتبقى له يصرف إلى آخر الشهر؟ موضوع السمسرة موضوع شائك يعني، وهو جديد على عدن، إنما بالنسبة للأماكن الأخرى يمكن متعودين عليه. في عدن ظهر هذا الموضوع السمسرة من بعد الحرب، كانت المتقاعدين والمستفيدين من البريد بيستخدموا رواتبهم من خارج عدن، وكانوا بيدفعوا هذه المبالغ. لما فتح بريد عدن كان في زحام على البريد، فالكل يقول لك انا قد كنت ادفع من قبل، الان خلاص بدفع عشان تخارج. لكن احنا ما نشجعش هذا الشيء، احنا ما نشتيش حتى اللي راتبه 25 ولا اللي راتبه 100. طيب يعني لماذا لا تستعينون بجهات امنيه، تستعينون بجهه معينه لكي يمنع دخول هؤلاء السماسرة؟ لا، انا اللي اعرف انه
اللي انا اكده انه السمسره تتم خارج البريد. السمسره ما تتم داخل البريد. ما فيش مواطن بيمسك طابور من بدايته لنهايته وموظف الشباك بياخذ عليه 5000. هو بيستعينوا بناس خارج البريد. عفوا استاذي أوكي. لكن هم السماسرة هؤلاء كيف يصرفوها داخل البريد؟ نعم هذا هو السؤال. انا عارف في عندنا حراسات امنيه وفي عندنا مقاومه وفي اقارب، هذول بيستفيدوا من هذول الاشخاص يا اما عن طريق قريبه في البريد او قريبه في المقاومه او شخص معروف لديه، والناس اعتادت على انها تصرف بدون الكروت بدون البطائق، على الرغم ان احنا منبهين انه ما يتم الصرف الا شخص نفسه بحضوره او عن يكون وكيل، لكن الناس اعتادت على هذا الشيء بسبب الحرب، استعانت بناس خارج عدن والان استعانوا بها في عدن. المهم الموضوع انه المواطن نفسه ما يقبل بانه يدفع 5000. صحيح بيتعب لكن هو بيقضي على الموضوع هذا، هو بنفسه بيقضي عليه. يعني استاذ انت تقول انه اذا سار المواطن وفق القانون، اذا كان عنده هذه الكروت التي تحدثت عنها والى اخره، وقف في الصف والى اخره، سوف يحصل على راتب. بينتهي الموضوع السمسره. سينتهي موضوع السمسره. لانه المواطن برضه كمان شجع على الموضوع هذا. هو معذور يعني يقول لك موظفي البريد يتحملون مسؤولية وجود السمسرة أيضا، لكن هي تبدأ من عندهم، من بدايتها تبدأ من الشخص صاحب المعاش اللي هو قبل إنه يدفع 5000. هو بعضهم يقول لك أنا عبد الله شت خارج ما شيء شبك طابور ولا انتظر اليوم في فلوس اليوم ما في فلوس، لكن هذه المشكلة بنحلها تدريجيا إذا توفرت السيولة. هي شوفي، هي زي المشتقات النفطيه، انت تلاحظ لما يكون ماشي مشتقات نفطيه تبدا عمليه السوق السوداء ويبيعوا الدباب 10000 15000. نفس الحكايه في البريد، اذا في سيوله في المكاتب ما بيحتاجوا انهم يدفعوا 5000. استاذ احمد صالح عبد العزيز، مدير عام مكتب البريد في محافظه عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا الله يحفظك. مشاهدينا، ديننا الحنيف يامرنا ان نعطي العامل اجره قبل ان يجف عرقه، وهنا في عدن يذرف إلى جانب عرق العمل عرق الحصول على أجر هذا العمل، ويسأل المواطن ما الذي ارتكبته ليحول بيني وبين أجري كل هذه الطوابير، وإلى متى أعاني كل هذه المعاناة لأحصل على راتبي؟ إلى عشاق الطيور، أنتم على موعد لرؤية أسراب الطيور ترفرف بأجنحتها بحثاً عن ملاذ دافئ. أنواع مختلفة من الطيور وجدت في عدن مكاناً مهماً لغذائها وراحتها. لنتابع. مدينة كعدن لها طابعها الخاص، طيور بمختلف أشكالها وألوانها المتعددة تغدو رحيلاً ومجيئاً إليها في مواسم الهجرة، لتعلن للعالم أن عدن محطة مهمة من محطات الحياة. لم تكن عدن حاضنة للبشر فقط، فكما أنها استوعبت الإنسان بتعدد عرقياته وجنسياته، ها هي تفتح أبوابها لكل كائن جميل أراد أن تكون عدن محطة من محطات حياته. ينتصف شهر أكتوبر من كل عام إلا وتكون الطيور على موعد مع موسم للهجرة إلى عدن، تهجر البحار والقارات وتحط رحالها في عدن قاصدة المحميات الطبيعية والمنتجعات البحرية التي تجد فيها راحة الاستجمام ووفرة الغذاء خلال موسم الهجرة الذي يمتد إلى 5 أشهر وحتى نهاية شهر فبراير بالتحديد. We'll be right back.
الطيور تهاجر عندنا ابتداء من منتصف اكتوبر، من منتصف اكتوبر وحتى شهر فبراير الى نهايه فبراير وهي موجوده في هذه المنطقه. سميها مدينه البحر والجبل، تتكون من جبل وبحر يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى اعطى هذه الطبيعه الخلابه الرائعه، ولكن تحتاج من يحب هذه الطبيعه ايضا. وميزه عدن انها القلب المفتوح لكل البشر، فاعطت دائما في التاريخ، اعطت كل شيء واخذت القليل في هذا الجانب، فكل من يدخل عدن يحبها. الطيور المهاجرة إلى عدن تلون المكان بألوانها الرائعة، أصواتها تمنحك الشعور بالسرور لسبب لا تعرفه على وجه التحديد. هناك أنواع من الطيور نشاهدها باستمرار، مثل النورس والنقلاق والبقع وأبو منقار. وإذا ما رأيتها تطير فإن قلبك يمتلئ بالأمل، وتدرك أن المستقبل يحمل بين طياته الكثير من الأفراح ومداواة الجراح التي امتلأت بها عدن بعد الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. محمية البجع التي تمتد على طول الطريق البحري في منطقة خورمكسر وعلى مساحة 4 كيلومتر طولاً وكيلومتر عرضاً، واحدة من تلك المزارات التي تقصدها آلاف من مختلف أنواع الطيور البحرية المهاجرة. توفر هذه البحيرات غذاءً ومناخاً سياحياً لتلك الطيور في فترة الشتاء، لكن ذلك المناخ لم يعد آمناً بعد أن طرأ مؤخراً ما يهدد تواجدها. هناك مخاطر كثيرة زي البسط، زي الحرائق، زي البناء العشوائي، زي الإهمال، تمنع الطيور المهاجرة الوصول إليها، ولهذا يحتاج إلى رعاية. بحيرة البقع، نحن في جمعية مبرة عدن من أطلق هذه التسمية، ولأن الفخر في هذا الكلام، وهي كانت تسمى بحيرات الطيور بشكل عام، وللأسف أنه كثيرين لا يعرفوا بأنه هذه المنطقة مهمة، وهذه النقطة يعني تنعكس في خرائط العالم، هذه النقطة تحديدا المنطقة التي تأوي إليها الطيور، وهي تأتي إلى هذه المنطقة بالذات وغيرها من المناطق الموجودة في عدن، هي أصلا تبحث عن الغذاء. وليش سبب هجرتها يعني؟ ليش سميت هجرة الطيور؟ لأنه أصلاً في المناطق البلدان الذي تكون فيها هذه الطيور موجودة، وهي موائلها، نسميها الموائل، يعني الحاضنات الطبيعية، السكن زي ما عندنا السكن لنا إلى آخره، سكنها الأصلي هناك يغطى بالثلوج، وبالتالي البحيرات هذه كلها تتحول إلى جليد، وفي أماكن البرودة الشديدة، ومن هنا تبحث، تصوري هجرة طويلة جدا. هذه من روائع الإعجاز الإلهي، أنه يعرف طريق الطائر هذا ويمر محيطات وبحار وجبال إلى أن يصل إلى، تصوري أنه يجي من أوروبا ومن شرق آسيا ومن أماكن بعيدة جدا ويجي إلى هذه الأماكن. والميزة في هذا الموضوع إن الطيور الذي تعرف نقطة معينة تهاجر إلى نفس النقطة. كانت هذه بحيرات طويلة عريضة، وعدن سواحل رائعة، للأسف الشديد يعني التجريف بشكل عام، البشر في كل مكان يحلوا، للأسف لا يعرفوا القيمة لهذه الأشياء. جمعية مبرة عدن هي الجهة الوحيدة المشرفة على المحمية، فقد أخذت على عاتقها منذ العام 2004
تأهيل البحيرة رغم كل المعوقات التي واجهتها من استثمارات عشوائية في المنطقة ومخلفات البناء التي يتم صبها في البحيرة لتطال أعمال التخريب والعبث كل شيء تقوم الجمعية بإنشائه. نحن الآن بالمناسبة جمعية مبرة عدن هي تمثل اليمن، عملنا الاتفاقية التاريخ كده يمكن في 2004 ووضعنا الأهداف، وضعنا الدراسة وتحمسوا كثير وبدأنا في الأماكن اللي طبعا هي أماكن متواجدة اللي هي كانت بحيرات موجودة، وللأسف حدث ردم لأشياء فندق عدن واحد من الأشياء الذي وقع على البحيرات في البداية طبعا هذا في الثمانينات يعني، وبعده أماكن، ولكن نحن كان فكرتنا أنه ننقذ ما يمكن إنقاذ. تبقى محمية البجع واحدة من مكنونات الطبيعة التي تفتقر إلى أبسط المقومات، كما أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المختصة في قطاعي البيئة والسياحة، وهو أمر سيؤثر حتماً على مستقبل هجرة الطيور إلى عدن والقضاء على هذا الموسم السياحي الممتد منذ قرون. لو لم أكن إنساناً لتمنيت أن أكون طيراً، عبارة تتردد كثيراً بين الناس، فما أجمل أن نمتلك أجنحة تطير بنا حيث نشاء لنرى العالم بشكل أوسع ونرسم آمالاً أفضل. لطالما كان الفن من أسمى رسائل البشرية، ووجه المدينة اليوم جاء ليعلن للعالم بنعدن بأن الفن يمكن أن يتحول إلى سلاح يصد آلة الدمار والخراب. فن ورسم وإبداع وفن تشكيلي مع ميرفت العبسي. بين الظل والضوء والفرشاة والألوان تكتمل الصور والأشكال في لوحة فنية تعبر عن الإحساس وتترجم الخيال. ميرفت العبسي فنانة تشكيلية اتخذت من المسطحات والألوان فضاء لخيالها الواسع وواقعا لإبداعها الطموح ومنبرا صامتا للتعبير عن مخاوفها وهواجسها بعيدا عن مسارح الضجيج. فن التشكيلي جاء معي من الطفولة، كنت دائما برسم في البيت، برسم في المدرسة، بحب دائما أشارك في المسابقات الفنية في المدرسة. ميرفت العبسي الفنانة التشكيلية التي استجابت لرغبة عائلتها بدراسة الإعلام بدلاً عن الفن، لم تستطع التمرد على موهبتها الفنية ورغبتها التشكيلية حتى وهي تعمل مذيعة في راديو عدن وتؤدي رسالتها الإعلامية بعد التخرج من قسم الصحافة والإعلام. أدركت يقيناً كما تقول أن لا غنى لها عن الفن التشكيلي ولا طعم لحياتها بدونه، فالتحقت بمعهد جميل غانم للفنون الجميلة وكلها آمال بأن ترسم من خلاله حلمها الخاص بطريقتها الخاصة. كنت أحب دائماً لأدخل المعهد الفنون الجميلة بعد الثانوية، ولكن نصحوني الأهل بأنه لازم يكون لي تخصص آخر، فدخلت قسم الإعلام وتخرجت. بعد ما تخرجت على طول حسيت أنه في شيء ناقص ميرفت لازم تكمله، فالتقيت وحبيت أنني أسجل في معهد الفنون الجميلة. سجلت تقريبا استمرت دراستي مدة أسبوع فقط بحكم أنني التحقت على طول في إذاعة عدن اشتغلت فيها، فما كنتش قادرة أوفق في الدراسة والعمل، فتوقفت عن الدراسة في معهد جميل غانم واستمرت في عملي كمذيعة في إذاعة عدن. بعد فترة حسيت كمان أنه في شيء ينقصني، يعني تحسي كده أنه الفن التشكيلي بيدغدغ مشاعري ما زال، فرجعت تاني مرة
فرجعت تاني مرة للمعهد جميل غانم، درست فيه تقريبا فصل كامل. بعد أجت الثورة العربية وتوقفت الدراسة، فحسيت أنه الجو ما كانش مناسب أنني أكمل في الفن التشكيلي، فعدت واستمرت كمذيعة في إذاعة عدن، وما زالت الموهبة موجودة معي يعني. فبرسم بالبيت دائما، بحب الألوان، مزج الألوان، بحب أشوف الألوان كده في يدي وأشم ريحته، فهي متعة في الأساس بالنسبة لمرفت. إصرار طموح مكن الفنان الشاب من الجمع بين التخصصين وتحقيق الرغبتين في زمن لا يساعد على تحقيق رغبات الطامحين. بعد سنوات ثلاث من مخاض تجربتها الفنية ولد معرضها التشكيلي الأول الذي أسمته نقطة، لتبدأ بعده أسطراً من الإبداع ومعارضاً من الفنون. مرفت العبسي فنانة تشكيلية استطاعت أن تضع لنفسها قدم في فن التشكيل، كان آخرها المعرض الشخصي الأول نقطة. لاحظنا كيف مزجت التراث أو الفن التشكيلي لدى المرأة اليمنية والمرأة العدنية في فنها التشكيلي. فالرسم في فلسفة العبسي يبدأ بنقطة، كما أن كل شيء في الحياة هو في الأصل نقطة، فكان معرضها الأول بداية لأعمال لا تنتهي وطموح لا يتوقف. كل شيء في الحياة يبدأ بنقطة، حتى لوحة الرسم تبدأ بنقطة. نقطة هو نقطة انطلاقة لفنانة تشكيلية اسمها مرفت العبسي. نقطة على السطر، وكأني أقول أني أزاحم الفنانين التشكيليين في المجال التشكيلي، وأقول أني موجودة في الفن التشكيلي. نقطة هي نقطة ارتكاز لعمالي الفنية القادمة، يعني معرض نقطة هذا المعرض الشخصي الأول بعتبره أنه نقطة ارتكاز لأعمال قادمة إن شاء الله بتكون سنوية. 40 لوحة فنية هي ثمرة الإبداع التشكيلي لدى مرفت العبسي، مزجت فيها بين الألوان والمضامين، مختصرة الزمان ومتجاوزة حدود المكان، لتعيد إلى الأذهان تاريخاً منسياً وحضارة مدفونة وعادات مغيبة في بلد كان يعرف باليمن السعيد. دائماً ما تحاول أن تتميز عن غيرها. طبعاً هذا المعرض الذي ضم حوالي 41 لوحة فنية في قاعة درويش في معهد جميل غانم في مارس، هو اجتهاد شخصي لا تدعمه أي جهة. حاول أن تكون فنانة تشكيلية لها مكانتها في مدينة عدن، وهي كذلك. معرض نقطة هو الرسالة الواضحة لكل فنان تشكيلي أنه يقوم بدوره كفنان تشكيلي في توعية المجتمع، لأنه إذا كلنا تقاعسنا وكلنا شعرنا بالخوف والقلق، فبتشعري أنه ما فيش أحد ممكن يساعد هذا المجتمع على النهضة من جديد. لازم كل واحد يشعر بالمسؤولية، يشعر أنه هو قادر أنه يوعي المجتمع، قادر أنه يرفع من مستواه. بعتقد أنه معرض نقطة هي رسالة واضحة، واضحة للفنانين التشكيليين، واضحة للمجتمع. حركته يد مبدعة ومشاعر وجدانية، تواقة إلى إنعاش الحركة الفنية والثقافية في عدن بعد ركود طويل. الفنان هو ابن بيئته، ما يقدرش أبداً يخرج عنه إلا إذا كان في لوحات خاصة في بيئته. نقدر نقول هي اللوحة الأساسية هي كانت عن الانتصار اللي حققناه ضد العدوان الحوثي، هذه الأساس. اللوحة الثانية كانت عن الزخرفة العمرانية اليمنية. أيضاً ركزت على المرأة وركزت على الحجاب بالذات في الدول العربية واليمن وأيضاً الدول المجاورة. ايضا ركزت على الفن التجريدي، لاحظي ايضا الفن التجريدي، الالوان والخطوط الخاصه بمرفت.
أيضا ركزت على الألوان الأحادية اللي هي أبيض وأسود وأدخلت عليها لون محدد، هي طبعا مناظر طبيعية، مناظر توحي للإنسان بالخيال بالحياة وهكذا يعني. ولم تغفل العبسي في أعمالها الفنية انتصار عدن، فكانت لوحتها الأساسية تحكي قصة شعب صمد في وجه الأعداء وناضل كثيرا من أجل الحرية، تماما كما ناضلت العبسي من أجل موهبتها الفنية وسلاحها الوحيد اللون والريشة. دائما بيقولوا القلم هو سلاح الصحفي، الريشة هي سلاح الفنان التشكيلي، من خلال رسمه، من خلال ألوانه، من خلال أفكاره، من خلال المشاعر اللي بتختلق داخل وجدانه بيقدر يعبر. طبعا يعني سبحان الله، ربنا خلق الإبداع بالإنسان عشان يعبر عن إبداعه ويكون هذا الإبداع من خلال لوحة، ممكن تكون لوحة بسيطة بألوان بس هو بيقول رسالة معينة. واعتقد انه المجتمع اليمني او مجتمع في عدن ذكي جدا، بيفهم الرساله اللي ممكن توصل له من خلال اللوحات التشكيليه. بعض اللوحات يعني تمثل العدوان الحوثي على عدن، على مدينه عدن وعلى الجنوب وعلى اليمن بشكل عام. كيف استطاعت ان ترسم هذه اللوحه الجميله المعبره عن ذلك العدوان الغاشم الحوثي الذي يعني استطاع أن يدمر كل ما هو جميل في مدينة عدن؟ تجربة ميرفت العبسي مع الفن التشكيلي ذات منحى تعبيري، فهي وإن كانت تتحصن في ألوانها من أجل الحفاظ على ديمومة وجودها الحي الذي تخشى عليه من طغيان التدمير في زمن كل ما فيه يتداعى، إلا أنها أمعنت في توثيق موضوعاتها الواقعية لتخبر الرسامين بأنها حاضرة بقوة في فضاء واسع من السكون. أودعكم على أمل اللقاء بكم على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.